طب حاكم وحاكم وحاكم بشغلانة ابويا وجدي، وطالما المعلم سيد العمده قال هيحاكم يبقى هيحاكم. لا يا معلم سيد، احنا مش هنقبل ان انت تحاكم. اه يا معلم سيد، احنا مش هنرضى بحكمك، احنا هنرضى بحكم المعلم جعفر بس. وانت تقول يا منصور يا ابويا اجي بقى ان حاكم. طب ايه رايك ان حاكم غصب عنك، واي حد هيتكلم ولا يفتح بقه هديله بعصايه ابويا المعلم عبد الجواد العمده فوق دماغه. عيب كده يا معلم سيد، الناس مش هتقبل بالكلام ده. اهو المعلم جعفر وصل اهو، بيشوف لنا حل بقى مع المعلم سيد اخوه. فين هي؟ الناس مش عايزه سيد يحكم بعد اللي حصل له في المنطقه. طبعا شفنا مشهد رائع وموسيقى خالد حماد يا جماعه، برضو يعني احنا بنمثل المشهد وما كانش فيه موسيقى خالص. طبعاً. انه يحطوا بعد كده الموسيقى دي على المشاهد بتعلي قد كده. اكيد لو طبعاً. انت سامعها هتعلي ادائك اكتر تاني. واكتر طبعا نحييه طبعا موسيقار عظيم. وعايز اسالك عن اللقاء الهام جدا، يعني ما ينفعش نعدي جعفر العمده من غير ما نفتكر محمد رمضان ولقائك معاه. هل كان اول مش اول عمل مع محمد؟ مش اول عمل. لكن هنا بقى في اول مشهد اتقابلت معاه كان فين بالظبط؟ في انهي مشهد؟ في المسلسل ولا في المسلسل في جعفر العمده. اول مشهد مع الاستاذ محمد رمضان كان عملت البرنس معاه. عملت حاجات كتير كمان قبل البرنس، عملت الاسطوره، عملت ابن حلال، عملت جواب اعتقال، اشتغلت كتير هنا مع بقى الاستاذ محمد رمضان. هو كان عندك اول مشهد معاه ولا جه اتفرج عليك في اللوكيشن الجميل ده وانت عمال تتالق؟ لا يعني اكيد برضو يحب هو يعني يتفرج من بعيد كده زي النجم نور الشريف. طبعا هو الاستاذ محمد رمضان رفيق رحله كفاح يعني من البدايات خالص، فشاهد على رحله كفاحه يعني. بدايه الشغل ما كانتش مع الاستاذ محمد رمضان. اول مشهد جمعني بالاستاذ محمد كان في المشهد اللي هو بيقول يا رب يا رب، واحنا قاعدين ثريا بتتهمني بان انا اللي خطفت سيف وانا بحاول ابرئ نفسي، وهو بيحتد على ثريا. ده كان اول مشهد والحمد لله كان مشهد مؤثر جدا. وكلنا كنا مصدقين والمشهد طلع بالشكل الحلو ده. فلا الاستاذ محمد رمضان يعني بوجه له التحيه والتقدير وبشكره جدا انه ساعدني وكان واثق فيا تمام الثقه يعني. ويا رب حاجات هم كلهم هو الملكه بقى هاله صدقي الجميله المسي عليها طبعاً. طبعاً. والبنات كلهم والحقيقه وعصام السقا يعني كان في سيمفونيه بتتعزف. مظبوط. انتوا بتباصوا لبعض عشان تجيبوا جوان طول الوقت صح ولا لا؟ ما كان في حاله من الالتزام يعني كان في حاله من الالتزام، كله عايز يعمل حاجه كويسه، كله مهتم، كله مركز. استاذ محمد سامي طبعا طبعا رجع بعد غيابه وجالنا شرفنا هنا. جميل. يعني الحقيقه كلكم الحقيقه كنتوا متالقين بصراحه. ايمان عندها سؤال. طبعا لانه يعني اللي انا بشوفه ده انت وصلت عند منطقه من النضج الفني الحمد لله عظيمه جدا، وده على قد جمال المرحلة دي وتألقك والوهج بتاع النجاح، على قد ما يحملك مسؤولية انه دايما طبعا. اللي جاي لازم يبقى نفس المستوى وانت طالع.